مرحب احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير فطاير المقلي بثلاث مكونات فقط. فطاير عن جد عن جد كثير طيبين ورائعين وما بدهم عجن ولا خميري ابدا، ما بدهم ابدا اي نوع من انواع الخميري وكثير رائعون. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بسلق 4 حبات بطاطا بهيدا الحجم. هيدي البطاطا بعد ما قشرتها. عنا 1 كوب طحين، تقريبا 1 كوب جبنة مازوريلا مع تشادر. ممكن تستعملوا مازوريلا لحال تشادر لحال، المتوفر عندكم ما في اي مشكلة. والجبنة ممكن تحطوا اقل او ازود كمان ما في مشكلة. اول شي بنعمل شي بسيط البطاطات. هيدي البطاطا بعد ما نقمتها بهيدي الطريقة، هلأ بحط طحين. الطحين ما رح استعمل كل الفنجان، رح استعمل تقريبا النص حسب نوعية الطحين بتستعمله. هلأ حطينا النص وبزيد شوي شوي إذا بعد بدي طحين. بحط الجبنة. بعجنهم بالإيد مع بعض. صار عنا عجينة متماسكة، هلأ منباشر بالتشكيل. برش شوية طحين على الطبلية. بشيل القصمة من العجينة. بس ترق العجينة لازم تكون شوي طرية، ما تكون جامدة كتير عشان تنمد بسهولة معنا. بهيدي الطريقة اللي شايفينها بنحطها بطحين منيح، بنغطيها منيح بطحين. هلأ بحطها بالمقلاي. بحط زيت نباتي. بدهن المقلاي قد ما فينا. بنختار المقلاي تكون ما بتلزق. الغاز على درجة حرارة متوسطة بحطها. هلأ بحط الفطيرة بالمقلاي. واو لون كتير حلو. هول الفطاير اللي عملتهم انا وياكم. قبل ما انهي الفيديو استعملت 3/4 كوب طحين، ما استعملت طحينات كلياتهم. هيدا الشكل النهائي للفطاير اللي عملناهم مع بعض. فطاير كتير كتير طرايا ورائعين. واخر شيء اذا بتحبوا فيكم تدهنوهم بزبدة، كتير طيبين، او ترشوا عليهم بقدونس بيعطي شكل كتير حلو. ندهن زبدة عليهم بهيدي الطريقة. فطاير ريحتهم عن جد فحت والبيت كتير كتير ريحة طيبة. منرش رشة بهار إذا حبينا. ورشة ملح خفيفة.
بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.